الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة إن شاء الله حنرد على شبهة جاب المدعو حاتم الشريف الرافضي الصوفي، والشبهة دي أصلا بيطلقوها الشيعة منذ زمن بعيد، عشان كده أنا حبيت أرد عليها لأنه هم بيركزوا عليها جدا في الطعن في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث هو صحيح لكن هم فهموه على غير فهم السلف الصالح. نسمع كلامه بعد ذاك نشوف كلام العلماء. أشهر ما يروى يعني قصة ابن عباس في مسلم الذي رواها مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. نعم. كيف نفهم هذا الحديث لما دعاه ولم يأتي وقال كان يأكل فقال لا أشبع الله؟ الحقيقة أن هذا الحديث أيضا مثال جيد لموقف الغلاة من الطرفين، فيعني حتى أورد الإمام الذهبي موقف الغلاة في معاوية، قالوا أن هذا الحديث من فضائل معاوية، واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام أطول الناس شبعا يوم في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قالوا فإذا هذا يدل على فضل معاوية لأنه لن يكون من أهل الجوع يوم القيامة. لما أورد الإمام الذهبي هذا التأويل الضعيف جدا قال هذا تأويل ركيك وبعيد، والسبب طبعا سبع ركاكات. أول شيء السياق ما جاء في بيان فضيلة، السياق جاء أنه دعا معاوية مرات ولم يستجب، فقال هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه عدة مرات، ولا شك أن عدم استجابته للنبي عليه الصلاة والسلام خطأ أيضا. من يقول أنه من باب ثكلتك أمك يا معاذ أو تربت لا هذه بعيدة أيضا، هذه بعيدة لأنها هذه الألفاظ هي ألفاظ دائرة بين العرب، يعني هي مصطلحات بالفعل، هي عبارة تدل على أنها ليست المقصودة بها الألفاظ. لم يرد عند العرب أن لا أشبع الله بطنه أيضا من مثل ثكلتك أمك أو تربت يمينك، هذا تأويل بعيد جدا. نعم. بس متناسب مع السياق، يعني كونه لم يشبع فدعا بما يناسبه، يعني ولو كان يعني على كل حال هذا بعيد لما ذكرت سابقا، ليست من نمط كلام العرب، يعني ليست من الجمل التي يقولها العرب ويقصدون بها خلاف لفظها. طيب، ركز على ثلاثة نقاط هذا الرجل في الطعن في معاوية ابن أبي سفيان، ونقل كلام للذهبي وحاول يتلاعب في كلامه للعلم. أول حاجة النقطة الأولى ركز عليها، وأنا حبدأ من آخر نقطة وأجي لأول نقطة. النقطة أركز عليها لأن المذيع قال له من يقول إنه لا أشبع الله بطنك من باب ثكلتك أمك وتربت يمينك إلى آخر، قام رد له حاتم قال له هذا لم يرد عند العرب أن لا أشبع الله بطنك أيضا مثل ثكلتك أمك أو تربت يمينك، هذا تأويل بعيد جدا وليس من نمط كلام العرب. ونشوف من هم أعرف باللغة العربية وبالعلم مطلقا من هذا الرجل بل من جميع علماء اليوم. ده الإمام النووي رحمه الله، شهدت له جميع الدنيا بعلمه وسعة اطلاعه وفقهه على مختلف العلوم، وما في إنسان معصوم. طيب، بيتكلم عن هذه اللفظة وأمثالها، هل هي من نمط كلام العرب ولا ما من نمط كلام العرب؟ قال الإمام النووي والثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية، كقوله تربت يمينك وعقر حلقا، وفي هذا الحديث لا كبرت سنك، وفي حديث معاوية لا أشبع الله بطنه. إذن ده كلام العرب، الرجل ده رجل مستهبل وجاهل وكذاب. ده الإمام النووي، هذا شرح مسلم للنووي هذا الكتاب. طيب، قال لا أشبع الله بطنه، ده قال مما جرت به عادة العرب.
بيقولوا لكن كدعاء على الشخص المدعو عليه، لكن ما قصدين حقيقة شنو الدعاء، كلمة جرت على لسان العرب وما قصدين بها حقيقة الدعاء على الشخص بالعقاب أو كذا أو كذا، لا. وده من نمط كلام العرب كما ذكر الإمام النووي. قال: ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء. لما قال لا أشبع الله بطنه أو غير من الألفاظ ما بيقصد به حقيقة الدعاء. طيب، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف شيء من ذلك إجابة، فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا، وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه. وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا ادعوا على دوس فقال اللهم اهد دوسا، وقال اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، والله أعلم. والإمام النووي بعد ما عرفنا أن الرجل ده رجل جاهل وكذاب، ده من نمط كلام العرب، ونفى قال ده ما من كلام العرب، ده من كلام العرب، والنووي أثبت الحتة دي. بعد ما عرفنا النقطة دي نمشي للنقطة الثانية. الإمام النووي قال الكلام ده ذاته في شنو؟ في الحديث ذاته، الحديث ذاته. سألوا منه المذيع، والظاهر أنه طبعا هو المذيع مخططين سوا، لأنه لو تأملت المذيع بيسأله سؤال كأنه في الظاهر ارتجالي، والرجل بيجاوب من الورقة اللي قدامه، معناته السؤال والجواب كانوا معدات قبل الحلقة. يقول لا سألني كده، مش حاضر ويجي وبعدك يعملوا حلقة واسألني كده واسألني كده واسألني كده، مما يدل أنه الاثنين دي المستهبلين، مذيع وزول اسمه حاتم ده. لكن ده موضوع، الموضوع الأهم أنه كلام النووي ده في شرحه للحديث، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية لا أشبع الله بطنه، شرح النووي جاب الكلام ده وجاب جاء الإمام مسلم جاب الحديث ده وبوب عليه في صحيح مسلم باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. يعني النبي وجاب طوالي الحديث، وجاب من ضمنها الإمام مسلم جاب حديث معاوية وده تحت الـ تحت الـ تحت الـ هذا الباب، جاب حديث ابن عباس عن ابن عباس قال: كنت ألعو مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال فجاء فحطأني حطأة يعني في صدره كده لزاو، وقال اذهب وادع لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية رضي الله عنه، قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه. خلاص، فجاءوا على تحت هذا الباب باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك، يعني ما كان يرى الإمام مسلم إن معاوية رضي الله عنه أهل لهذا الدعاء، يعني يدخل في هذا الحديث، في الحديث اللي هو إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو، قال اللهم وأذكرك حديثات، وقال اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. وأيضا هنا قال في الحديث الذي بعده يوم سليم: أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. ففهم الإمام مسلم والإمام النووي برضو إن معاوية ليس أهلا لذلك، عشان كده خدت الحديث تحت هذا الباب. وذكر الإمام النووي نفس هذا الكلام، قال الإمام النووي تحت الحديث ذاته، قال: وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث لا أشبع الله بطنه أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب
وجعله غيره من مناقب معاوية. ليه؟ لأنه في الحقيقة يصير دعاء له، لأن الرسول قال أيما مسلم أو رجل من أمتي دعيت عليه وليس أهلا لذلك فاجعلها له زكاة طهورا وزكاة وقربة يقربها بها منه يوم القيامة. يعني دي بقت فضيلة لمن يا جماعة؟ لمعاوية، وليس الزم لمعاوية. الخبيث ده جعله شنو يا جماعة؟ جعل زم لمعاوية. وده ما كلام الإمام مسلم والإمام النووي بس، ده ما كلامه بس، ده كلام أئمة كتار، الإمام الألباني والإمام الذهبي نفسه القاعد يقطع كلامه الزول ده. ده كتاب السلسلة الصحيحة المجلد الأول القسم الأول الحديث رقم 82، لا أشبع الله بطنه يعني معاوية نفسه. شوف الألباني قال شنو، نفس الكلام. طيب قال شيخ الألباني: وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك. كيف وفيه أنه كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث ذاته أصلا ليه النبي صلى الله عليه وسلم رسل ابن عباس قال له مشي ادعو معاوية عشان يجي يكتب له الوحي؟ ودي بينكر حاتم ذاته زي ما مر معانا بيقول لك معاوية ما كاتب الوحي قال. فالحديث ذاته بيقول ليه رسل أصلا ينادو عشان يجي يكتب له الوحي. طيب قال أنه كان كاتب النبي، ولذلك قال الحافظ ابن عساكر إنه أصح حديث لا أشبع الله بطنه ذاته، قال إنه أصح ما ورد في فضل معاوية. ليه؟ لأنه أي زول النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ولم يكن أهلا لذلك، لأنه قالوا النبي بيحكم بالظاهر ما يعلم ما في القلوب. عشان كده في غزوة تبوك لما تخلفوا المنافقين وتخلفوا ثلاثة من الصحابة الأجلاء كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع رضي الله عنهم، لما جاءوا اعتزلوا المنافقين، ما الصحابة دي، اعتزلوا المنافقين، الراوي قال فقبل النبي ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى شنو؟ إلى الله. فالإسلام بيحكم بشنو يا جماعة؟ بالظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول مثل هذا قام طوالي قال أنا عندي شرط على ربي إنه أي مسلم دعا الله، أي مسلم دعيت عليه أو سببته أو وهو ما كان أهلي لذلك في حقيقة الأمر وأنا ما أعلم ما في القلوب، فيا رب أجعل له طهورا وزكاة وقربة ورحمة أو كما قال. يبقى ده يتقلب بقى منقبة وفضيلة لمن يا جماعة؟ معاوية رضي الله عنه، زي ما قال الحافظ بن عساكر قال إنه أصح ما ورد في فضل معاوية. شوفوا أهل السنة بيتكلم عن الصحابة كيف، وشوف السافي لا بيتكلم عن الصحابة كيف، يلقط من هنا ولقط من هنا ولقط من هنا عشان يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الألباني: فالظاهر أن هذا الدعاء منه غير مقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب. شوف مش قلت لك نفس الكلام بتاع الإمام النووي؟ إنه مما جرت به عادة العرب. وده يجي حاتم الرافضة ده يقول لا لا ليس من نمط كلام العرب، أنت ما بتعرف كلام العرب، وما كل ذول عربي بيعرف كلام العرب. طيب قال: بل هو مما جرت به عادة العرب دل الأئمة والعلماء في وصل كلامها بلا نية، كقوله صلى الله عليه وسلم في بعض نسائه عقر حلقة تربت يمينك، وقوله في حديث أنس الآتي لا كبر سنك، بعد ذاك إلى أن ساق حديث أنس وذكر الحديث. طيب وقد أشار، قال الشيخ الألباني: وقد أشار الذهبي إلى هذا المعنى الثاني اللي هو إنه معاوية لم يكن مستحقا للعقوبة وكذا، فقال في سير أعلام النبلاء، ده نقلوا الألباني هو ده هنا في السلسلة الصحيحة، نقلوا من سير أعلام النبلاء، فقال في سير أعلام النبلاء الجزء 9 171.2: قلت ده الذهبي لعل أن يقال هذه منقبة لمعاوية، حديث لا أشبع الله بطنك هذه منقبة لمعاوية، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. ده كلام الأئمة والعلماء الربانيين. أما الإمام الذهبي لما جاب التأويل وقال ده تأويل ركيك، لأن الإمام الذهبي أصلا عنده الرواية بتاعت أطول الناس
شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، عنده أصلا النص ده ضعيف، لأنه الإمام الذهبي قال بالنص، قال وهذا تأويل شنو ركيك ولم يصح، قال لم يصح وهذا تأويل ركيك. فبنى الذهبي رحمه الله ركاكة هذا التأويل. ليه؟ لأنه يا جماعة عنده أصلا الرواية بتاعت أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة غير صحيحة، لأنه الذهبي قال بعد ما ذكره قال فسره بعض المحبين قال لا أشبع الله بطنه حتى لا يكون مما يجوع يوم القيامة، لأن الخبر عنه أنه قال أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، قلت أي الذهبي هذا ما صح والتأويل ركيك، يعني عنده أصلا الحديث الفسره به الحديث ذاك ما صحيح بتاع أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، لكن الحديث صح عند غيره. شيخ الألباني رحمه الله تعالى صح الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 3372، وصح الحديث برقم 343، ونص الحديث إن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا، رواه الطبراني في الكبير عن أبي جحيفة. والقصة إن أبو جحيفة رضي الله عنه جاء فتجشأ عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما أكلت يا أبو جحيفة؟ قال خبز ولحم، أكلت خبزا ولحما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أطول الناس كف عنا جشاءك يا أبو جحيفة، إن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. فيبقى بالرواية دي إذا صحت زي ما صحها الألباني معناه ده برضو من قبل معاوية، لما قال لا أشبع الله بطنه. ليه؟ لأنه لو شبع في الدنيا معناته ما حيشبع في شنو؟ معناته حيجوع في شنو؟ في الآخرة. يبقى ده برضو من قبل معاوية رضي الله عنه بتصحيح هذا الحديث للإمام الألباني رحمه الله تعالى. بعد ذلك قال السياق فيه أنه دعا معاوية مرات ولم يستجب، ولا شك أن عدم استجابته أي معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ أيضا. أنا غيت حسب ما طلعته والله أعلم في الحديث ورواياته بتاع لا أشبع الله بطنه، إن ابن عباس رضي الله عنه مشى عشان ينادي معاوية فلقاه بيأكل، لكن ما وجدت في الروايات إن ابن عباس كلم معاوية قال الرسول يدعوك ومعاوية رفض، عشان يجي الخبيث الرافض ده يقول ولا شك أن عدم استجابة معاوية للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ أيضا. في الروايات ما عندنا أن معاوية كلمه أصلا، وإنما الظاهر من الروايات حسب ما طلعت والله أعلم إنه ابن عباس بيجي بيلقى معاوية يأكل وكأنه لعله يستحي منه ويرجع يقول يا رسول الله هو يأكل، ثاني يقول له ادعو لي معاوية، ثاني يرجع يقول له هو يأكل، لكن ما لقاني في الرواية إنه قال له يا ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فأبى معاوية، عشان تجي تقول خطأ أيضا من معاوية يا رافض يا خبيث. طيب ما عنده حاجة تاني. في واحد أنا ردد عليه كويتي سروري تكفيري إخواني ما بعرف اسمه منه كده، ما دار يجيب اسمه لأنه هو أنا أحس غايته إنه هو باحث عن الشهرة، فقام عمل رد وقال أنا كيف أقول عنه سروري، وقال أنا والله ما قابلت محمد سرور. ما يشترط في التبديع اللقية، أنت قاله شرط البخاري ولا جنو إلا تقابله أنا حتى تكون مبتدع، إلا تقابل محمد سرور حتى تكون سروري. طيب ما الآن في ناس ما شافوا سيد قطب لكن أخوان مسلمين ولدهم بعد سيد قطب عدمه أخوان مسلمين، في ولا ما في؟ أنت مستهبل ولا جنو؟ قال أنا ودي لبس بيع على الناس، النقطة الوحيدة غير الشاب ده لبس بيع على الناس لأنه عامل فيها خاشع وعامل فيها. قال أنا والله وهذا الرجل يكذب علي قال مزمل، وأنا والله ما قابلت محمد سرور. ما إلا تقابله، في ناس ما قابلوا إبليس ذاته لكن تابعين لإبليس، أنت إلا تقابله يعني. المنهج نحن بنحكم بالمنهج ولا بنحكم زي ما قال الشيخ الألباني، قال أنا بنقول فلان إخواني ولا مبتدع لكوني عنده بطاقة قال منهم، لا قال بنحكم بالمنهج. شكد السيدة عائشة لما جاءت مرأة وسألتها قالت لها ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ سيدة عائشة لاحظت أن السؤال ده فيه تشدد، والسؤال ده يشبه تشدد الخوارج الحرورية، فقالت لها أحرورية أنت؟ سألتها في البخاري الحديث، عرفتها؟ فالشغلة دي بالمنهج، بالمنهج ما بينك قابلته ولا تعشيت معاه ولا شربت معاه شيء الصباح يا مستهبل، منهجك معروف كل المقاطع بتاعتك رد ونصيحة لرئيس الكويت في مقاطعك. أنا ما أصلا ما بجيب اسمك والله إن كوركت ما بجيب اسمك،
عشان بس شفتها أهريك في بطنك دي. رد على رئيس الكويت ونصيحة له، رد على الوزير عرفته، رد على فلان، ده ما نهج السرورية، ده ما نهج السلف عشان تجي تكذب. وتاني يوم قال رزع مقطع قال الدفاع عن الجامي، قال عشان ينفي الشبهة منه. لا 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 لا، لو انت ولد الجامي ذاته وبتهاجم بتهاجم الحكام والأمراء والسلاطين، عرفت كلامي، وبتصف علماء السلفية بأنهم مرجئة وبتدعو للخروج وغيره، ده منهج السرورية يا حبيبي، عرفت كلامي. بس أنا بديك كده دقيقتين ما بزيدك من كده، وما برد عليك ولا بشتغل بك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.